عليكم، ازيك يا سمكه؟ ازيك يا ست البنات، اموري ايه ده؟ انت مش عارفني؟ انا دنيا اللي كنت هنا امبارح لما العيال الصيصه. ايه اللي جابك؟ انت ما حرمتيش. هو فين ميشو؟ مش بيقعد هنا ساعات؟ مش كل يوم. بعدين ميشو ده ملوش ماسكه، ولو ميشو مش موجود سمكه سداد. سمكه ايه يا واد؟ انت بتحترم نفسك، انت فاكرني ايه؟ وبعدين انا جايه اديله الجاكيت وماشي على طول. خلاص يا جميل ما تزعلش، خلي الجاكيت هنا وانا هوصله له. توصله له فين؟ انت تعرف مكانه فين دلوقتي؟ لا معرفش، بس هو هيروح مني فين؟ اخرته لازم يجي هنا يشرب كوبايه الشاي ويفضل باصص الميه بالساعات. خلاص انا هبقى اجيله مره ثانيه. ايه ده؟ اما تستنى اعمل لك كوبايه شاي ونقعد انا وانت جنب الميه على رواقه، ونقعد وناخد وندي بشكل ودي. لا ده انت شكلك بقى بتدور على الاذيه بمنكاش، وانت اخرك قطنه وشاش، وانا بقى وديني لما يجي مش العال. لو على ايه؟ خلاص ده انا بهزر معاك. ايه ما بتحبش الهزار يا عسل ولا ايه؟ لا يا اخويا ما بهزرش. السمكه قال ده انت حته سردينه ومعفنه يا زفر. الله، ما انت بتحب الهزار اهو. مش كنا استنيناهم يا ابني ونزلنا كلنا سوا؟ يا امي علشان يجهزوا براحتهم، وبالمره بقى نقعد نبرفن العربيه الجديده. انا فرحان جدا يا امي ومتفائل الى اقصى حد. ربنا يفرحك كمان وكمان يا ابني. ايه ده؟ فين العربيه يا امي؟ ده انا كنت سايبها هنا. دور عليها يا ابني، تكون هنا ولا هنا؟ لا تكون ناسي. ناسي ايه يا امي؟ هي الصفه دي عربيه، وبعدين ما انت كنت معايا يا امي فيها. انا متشائم الى اقصى حد. اهدى اهدى بس يا ابني، فداك 100 عربيه. يا امي ده انا لسه ما تهنتش بيها. الحاج ميمي شكله كان مداني وعينه فيها. اما نعم يا نور امي، العربيه اتسرقت يا امي. وسع 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 العريس وسع. كله يسهر وكله يشرب، محدش هينام. اللي جاني وحياني ونقطني صاحبي وحبيبي واجبه عندي والكبه ما بينساش. اما بقى اللي ما جاش فبشوقه وبراحته، والكبه برضه ما بينساش. بس عايز اوصل له مسج، يعني رساله، ان انا لما هشوفه هعلم عليه. واخر الكلام، الايام دول، انا هاخد العروسه ونطلع عشان ما تستهواش. يلا عروسه مبروك يا كامبو. عايزك تسلط الناس دي كلها. خش يا سماح، خش يا عروسه، خشي. عايزك بقى تدلعي نفسك. قميص النوم اهو، عقبال ما انا ايه
اشرب السمسوم ده. هبوس ايدك يا كابتن. ما احنا هنبوس. مستعجله على ايه؟ كله جاي. تك على الصبر. تكي. اه ايه ده؟ ايه اللي جاب الزغاليل دي هنا؟ مش واجب برضه يا كبو؟ شفت الرجوله يا سماح؟ مش الحاوي جاي ينقطني في اوضتي ليله دخلتي؟ وانا صحيح هنقطك يا كبو، بس مش هنا، تحت عند ضيوفك وحبايبك. طب بقول لك ايه؟ ما تنزل انت، ما تنزل انت لضيوفي وحبايبي قبل ما انا اخلص المصلحه اللي في ايدي دي واتشطف واجي لك. تفضل برضه وسخ ومعفن يا كبو. مش رجوله انك تاخد واحده من امها غصب عشان ملهاش رجاله. بس صحيح، انت هتتعلم الرجوله فين وانت طول عمرك زباله وبترضع من الزباله؟ الله. طب مش قدام العروس؟ تقول عليا ايه؟ انزلي يا عروسه، روحي لامك واقفلي الباب من بره. ناوي على ايه يا ميشو؟ اقلع. ده انت ناوي على الشر بقى. اقلع. ناوي على ايه يا حاوي؟ اوريك قله الادب والرجوله اللي على حق. رجالتي تحت يا حاوي، ومش هتخرج من هنا غير على قبرك. وانا ما قلتلكش؟ ما خلاص الرجاله بخ بقوا نسوان، وهتشوف بعينيك. يبقى تخش لي ذكر لذكر وتنزل المسدس اللي في ايدك ده اللي انا ما هتتكش بيه. ماشي يا كبو. وقعت يا حاوي. شو قلت لك هتبقى زباله طول عمرك؟ اضربني اضربني يا حاوي، انا صدري مفتوح. مش قبل ما تقلع الاول. آه! ايه وجعتك؟ دي. اقلع. انا اصلي وعدت الكبو اني انقطه قدامكم، قدام حبايبه وضيوفه، وانا عندي وعدي. والنقطه دي من ميشو الحاوي. ميشو الحاوي للرجاله وبس. الرجاله وبس. النسوان لا. النسوان لا. النسوان لا. النسوان لا. ومن الليلاد الكبو بقى اسمه ساوسن. واللي ما يعرفنيش انا ميشو الحاوي، يعني الرجوله والدهب بالوي 24. الشياطين بتعمل لي ألف حساب، ومفيش زخنوق فيك يا مصر غير وليا في واجب. أنا مؤدب مع المؤدب، وقليل الأدب مع ابن المتضايقة. الدنيا علمت فيا ويا مكتر الجروح، بس أنا خلاص مش باقي عليها، ويا روح ما بعدك روح. أنا كان ليا فلوس هنا وخلاص خدتها، بس الكل هيرقص ويتبسط على شرف ساوسن. على شرف مين؟ ساوسن رقصني يا ابني وسمعني سوق البنات ورقص ساوسن.